إن شاء الله درس اليوم سيكون عن كيفية صنع هذه القطع الخاصة بحمالات الصدر أو بالكورسيه، وذلك دون استعمال القماش الخاص بهذه القطع، والذي يكون عبارة عن هذا الشكل أو هذا الشكل. سبق لي وشرحت طريقة استخراج هذه القطع الخاصة في الكاب لإنجاز الكورسيه، يمكن استعمال هذا النوع من القماش الخاص بالحشو وهو بهذا الشكل القطني. سأقوم بأخذ قطعة من القماش، هنا قماش الساتان، هنا اتجاه القماش، ثم وضع القطع والتفصيل مع ترك سنتيم واحد حق الخياطة. الآن سأقوم بوضع هذه القطع بهذا الشكل، ثم سأقوم بالتفصيل. هكذا يصير شكل القطع. سأقوم بحذف الباترون، ثم سأقوم بالتثبيت بالدبابيس. الآن راح أقوم بالخياطة بخطوط الطول بهذا الشكل. قطعة القماش ستكون من الأعلى بهذا الشكل. سأقوم بخياطة على شكل سطور بين كل سطر سنتيم واحد. بهذا الشكل سأقوم بنفس العملية على باقي القطع. Thank you.
هكذا يصير شكل القطع. الآن سأقوم بوضع الباترو مرة أخرى مع التأكد من اتجاه القطع، ثم سأقوم بالتفصيل على حافة الباترو دون إضافة حق الخياطة. بهذا الشكل. الآن راح أقوم بجمع القطع بالزيكزاك بهذا الشكل. لاحظوا معي شكل القطعة، ممتاز. دائما يجب التأكد من الاتجاه. الآن راح أقوم بخياطة هاتين القطعتين مع بعض. هكذا يصير شكل القطعة، هذا هو شكل الكاب، ممتاز، تماما نفس الشكل. الآن سأقوم بأخذ قطعة من القماش باستخدام الباترون. سأقوم بتثبيت القطع، ثم سأقوم بترك سنتيم واحد حق الخياطة. هنا قمت باختيار قماش فولفيت، أي قماش المخمل. دائما نضع القطع في اتجاهها الصحيح. الآن سأقوم بتثبيت القطع مع بعض، ثم سأقوم بالخياطة العادية بخط مستقيم وليس الزيكزاك. هكذا يصير شكل القطعة. الآن راح أقوم بتثبيت هاتين القطعتين مع بعض. دائما نقطة المركز مع مكان الخياطة. هكذا يصير شكل القطعة. الآن راح أقوم بتثبيت القطعتين مع بعض، وجه القماش مع وجه الكاب بهذا الشكل، ثم سأقوم بالخياطة على نصف سنتيم.
هكذا يصير شكل القطعة عند الخياطة. قبل القلب يجب حذف أي زيادة وترك فقط نصف سنتيم بهذا الشكل. ثم سأقوم بقلب القماش بهذه الطريقة، ثم راح أقوم بالتثبيت بالدبابيس. الآن راح أقوم بتثبيت بالخياطة على نصف سنتيم. ثم أقوم بحذف أي زيادة بهذا الشكل. وهكذا يصير الشكل النهائي. بالنسبة للطريقة الثانية لإنجاز الكاب، سأقوم باستعمال هذه القطع الإسفنجية. سأقوم بتثبيت الباترون. أقوم بالتفصيل مباشرة على حافة الباترون دون ترك سنتيم حق الخياطة. بالنسبة للسمك هو سنتيم واحد. هنا لن أقوم بهذه الخياطة، سأقوم بأخذ قطعة من القماش الساتان، ثم سأقوم بتثبيت القطع بهذا الشكل بالدبابيس. هنا سأقوم باستخدام الباترون، ثم سأقوم بترك سنتيم واحد حق الخياطة على كل القطع. لتثبيت القطعتين، قطعة القماش وقطعة الإسفنج مع بعض، يمكن وضع هذا الشريط اللاصق بين القطعتين ثم الكي. إذا لم يكن متوفر يمكنكم استعمال الطريقة السابقة وهي الخياطة بشكل خطوط. لاحظوا معي كيف تصبح القطعة واحدة مع قطعة الإسفنج.
الآن سأقوم بحذف هذا السنتيم من القماش بهذا الشكل. ثم سأقوم بتثبيت القطع بالزجزاج، دائما القماش من الأعلى بهذا الشكل. شكل القطعة ممتاز. لإخفاء أماكن الخياطة مكان خياطة الزجزاج، يمكن عمل شريط البي أو البايست بهذا الشكل، أو يمكن عمل هذا الشريط بهذه الطريقة. سأقوم باستعمال هذا الشريط. هكذا يصير شكل الشريط عند التثبيت. لاحظوا معي أماكن الخياطة. لاحظوا معي هكذا يصير شكل كاب ممتاز. هنا سأقوم بتثبيت شريط البي أو البايست بهذا الشكل. بالنسبة لهذا الشريط نقوم بترك الشريط مفتوح بهذه الطريقة دون طي. بهذا الشكل. ثم سأقوم بقلب الشريط وطي نصف سنتيم، ثم سأقوم بالخياطة مرة أخرى. وهكذا يصير الشكل النهائي هنا داخل الكاب. يمكنكم استعمال الباترون وتفصيل القطع وعمل نفس الطريقة التي شرحت في هذا الشكل. هنا سأعطيكم طريقة أخرى للتشطيب. لاحظوا معي شكل الطيات هنا بالعرض، وفي هذا المثال الثاني بالطول. سأقوم بأخذ قطعة من القماش قمت بتحديد المنتصف، ثم سأقوم بعمل طيات على بعد كل 2 سنتيم بهذا الشكل.
وهنا في الاتجاه المعاكس. سأقوم بالخياطة على نصف سنتيم لتثبيت الطيات. سأقوم بأخذ الكاب ثم سأقوم بتحديد المنتصف بهذا الشكل ووضع المنتصف مع المنتصف بهذه الطريقة. لاحظوا معي وجه القماش مع وجه البطانة. الآن راح أقوم بالخياطة على نصف سنتيم. إذا كانت الخياطة أكثر من نصف سنتيم يجب حذف الزيادة بهذا الشكل. في أسفل الكاب سأقوم كذلك بتحديد المنتصف. ثم راح أقوم بالتشكيل على الكف بعمل طيات بهذه الطريقة إلى المنتصف. بهذا الشكل. الآن راح أقوم بالخياطة على هذا المستوى لتثبيت شكل الطيات.
الآن راح أقوم بكي القطعة حتى تأخذ الطيات مكانها الصحيح. الآن راح أقوم بالخياطة على نصف سنتيم. ثم سأقوم بحذف الزيادة من القماش بهذا الشكل، وهكذا يصير الشكل النهائي. بالنسبة للطريقة الثالثة، يمكن استعمال قماش لطوال أي نقوم بتفصيل 4 قطع على شكل طبقات مع بعض. القطعة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة، ثم أقوم بتثبيت القطعة مع بعض، ثم راح أقوم بكي القطعة كما تعلمون. هذه الجهة عبارة عن لصاق، يجب وضع قماش البطانة، ثم سأقوم بكي القطع مرة واحدة. هنا أريد استعمال لون مغاير من البطانة، هكذا يصير شكل القطعة. إذا كانت القطعة رفيعة يمكن إضافة طبقة أخرى للحصول على السمك المناسب. ثم نقوم بوضع الباترون بهذا الشكل. هنا التفصيل سيكون مباشرة على حافة الباترون. هكذا يصير شكل القطعة. إذا لم يكن قماش الأطوال متوفر يمكن استعمال طريقة رابعة، يمكن استعمال قطعة من القماش القطني مع هذا الشريط اللاصق. نقوم بقص 3 أو 4 طبقات من القماش بهذا الشكل، ثم سنقوم بالكي بهالطريقة. الطبقة الأولى، ثم سأقوم بوضع هذا الشريط اللاصق، الطبقة الثانية من القماش،
الشريط اللاصق، ثم مرة أخرى القماش، ثم الشريط اللاصق. الآن حقوم بأخذ قطعة من قماش البطانة، ثم أقوم بكي القطع بهذا الشكل. لاحظوا معي سمك القطعة، ثم أقوم بوضع الباترون والتفصيل على حافة الباترون. أقوم بترتيب القطع بشكلها الصحيح، ثم سأقوم بخياطة بالزيكزاك. لاحظوا معي سمك القطعتين متساوي باستخدام القماش أو باستخدام الأطوال. شكل القطعة ممتاز. الآن راح أقوم بتثبيت القطعة الثالثة. وهكذا يصير شكل الكاب. سأقوم بأخذ قطعة من القماش، ثم سأقوم بالتركيب بهذا الشكل. الآن راح أقوم بالخياطة على نصف سنتيم. هكذا يصير شكل القطعة. الآن سأقوم بقلب الكاب بهذا الشكل. هنا البداية ستكون من الجانب بهذا الشكل والجانب المقابل. سأقوم بالتثبيت بالدبابيس بهذا الشكل. بالنسبة للزيادة في القماش ستكون عبارة عن طيات أو كشكشة في المنتصف بهذا الشكل. ثم راح أقوم بالخياطة لتثبيت الطيات أو الكشكشة. الآن راح أقوم بالخياطة على الجوانب لتثبيت القماش. ثم سأقوم بقص الزيادة من القماش بهذا الشكل.
وهكذا يصير الشكل النهائي.